تشهد رومانيا خلال العامين الماضيين توافد عدد متزايد من المهاجرين السعين للوصول إلى أوروبا الغربية، وتعد رومانيا نقطة جديدة ساخنة للعبور، بينما يمكث المئات من المهاجرين في منازل في قرى صربيا المهجورة بانتظار الفرصة المناسبة لعبورهم إلى رومانيا أو المجر. فما أبرز التحديات التي تواجه هؤلاء المهاجرين، وما هي السياسة المتبعة إزاءهم من قبل السلطات الرومانية تحديدا؟ نتابع بعض التقرير التالي. تكافح سيرور لإعداد طبق عراقي لأولادها الأربعة وزوجها داخل منزل مهجور في إحدى القرى الصربية القريبة من حدود المجر ورومانيا. العبور صعب لأن الحدود مليئة بالشرطة، عندما يروننا يأخذوننا ويعيدوننا إلى صربيا لا يسمحون لنا بالمرور. ينامون على الأرض والرطوبة تنهش أجسادهم، يسكنهم خوف دائم من انهيار السقف القديم عليهم. الطقس هنا بارد جدا وهذا ليس منزل أحلامنا، ولكن ماذا نفعل؟ علينا البقاء هنا حتى نتمكن من العبور لنحقق أحلامنا في المستقبل. عائلة الحياني واحدة من بين مئات العائلات المهاجرة داخل هذه القرى الصربية التي هجرها سكانها. يتحين أفرادها الفرصة للمضي قدما صوب أوروبا الغربية عبر رومانيا. كسرت الشرطة الرومانية ساقي مرتين ويدي مرة واحدة. بعض الأشخاص طيبون وبعضهم سيئون. الرحلة عبر البر شاقة ومضنية، لكنها خيارهم الوحيد. هذه هي طريقة الفقراء. لو كان لدي المال كنت سأذهب مباشرة من صربيا إلى المجر. رومانيا هي نقطة العبور الجديدة التي يرغب هؤلاء في الوصول عبرها إلى أوروبا الغربية. ورغم إغلاق طريق البلقان وتشديد الرقابة، إلا أن عشرات الآلاف يحاولون العبور كل عام. ونرحب معنا من مدينة تمشوار الرومانية الحدودية مع صربيا بالدكتور زياد المسالمة، وهو ناشط في مجال الهجرة واللاجئين. أهلا وسهلا بك معنا سيد زياد. مسار رومانيا يطلق عليه طريق الفقراء، هل تتفق مع هذا التوصيف؟ شكرا لهذه الدعوة. طبعا هذا التوصيف حقيقة وواقع من خلال المعاناة التي يعني ركبت على كاهل اللاجئين الذين يعبرون دول البلقان من تركيا إلى مقدونيا إلى صربيا ثم رومانيا. هذه المعاناة طبعا لمسناها في السنوات الأخيرة، كانت طبعا قصص كثيرة للمهاجرين واللاجئين الراغبين في الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي. نعم، يعني كما تتفضل بالقول، ورومانيا تشهد منذ عامين ازدياد في أعداد المهاجرين وطبعا الصعاب كثيرة التي تعترض رحلتهم الشاقة. ما هي أبرز هذه الصعاب؟ يعني ماذا لاحظتم من قصص ربما ومن روايات مؤثرة؟ الحقيقة كل الروايات طبعا حزينة ومؤسفة، تحكي المعاناة التي يعانيها اللاجئون الذين سلكوا هذا الطريق في غاية لهم الوصول كما يعني أسلفت إلى الغرب، إلى ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي. المعاناة كبيرة، الأعداد كبيرة، نساء، أطفال، شيوخ. وكانت يعني نوعية اللاجئين أو جنسيات اللاجئين القادمة هي من طبعا أفغانستان وباكستان وكذلك سوريا، العراق وكردستان. الحقيقة في السنوات السابقة كان عدد اللاجئين السوريين من ناحية النوعية كبير جدا، ولكن الآن نشاهد أن النوعية خفت وبدأت تتدفق أعداد كبيرة من اللاجئين الأفغان واللاجئين الباكستان وكذلك البنغلاديشيين. هذا الشيء شكل عبء كبير على السلطات حقيقة الرومانية من جميع النواحي.
نعم، وشرطة الحدود الرومانية تؤكد أنها اعتقلت أكثر من 6650 مهاجر غير نظامي في عام 2020، مقارنة بحوالي 2050 مهاجر اعتقلوا عام 2019. بعد اعتقالهم، نعم نعم، بعد اعتقالهم كيف يتم التعامل معهم؟ هل يؤخذ بمبدأ عدم الإعادة القسرية؟ هذه الحقيقة السلطات الرومانية والبوليس الروماني يتعامل بحكمة، يتعامل بتقنية، يتعامل بحرص مع اللاجئين، على عكس ما يتعامل به البوليس الصربي. هنا يؤخذ اللاجئون يوضعون في أماكن الكامب، ما يسمى الكامب، أماكن التجمع اللاجئين، تجرى لهم بعض الفحوصات، ومن ثم تعمل لهم إجراءات اللجوء من حيث البصمة، من حيث يعني أخذ المعلومات، من حيث كذلك يعني بعض الاستجوابات. كذلك هناك شيء يعني يجب أن يذكر، تعطى للاجئ بعض الحقوق التي تقدم في البداية لريثما يحصل على الأوراق الثبوتية التي يعني من خلالها يستطيع العمل. يعني هل تريد القول لنا سيد زياد أن شرطة الحدود الرومانية تعتني بهؤلاء اللاجئين رغم أن هناك معلومات مناقضة لما تتفضل به؟ يعني بالعكس، ربما يمارسون عليهم العنف والضغوط، يعني يحرمونهم من هواتفهم الشخصية، من الطعام، من تلقي العلاج. هل تتحدث عن مجمل المهاجرين الذين يصلون إلى الأراضي الرومانية أم فقط عن عدد محدود من هؤلاء الذين يلقون الرعاية والاهتمام؟ الحقيقة يعني هذا الكلام مغلوط عن السلطات الرومانية، لكن إذا أن استطعت القول من خلال مشاهدتي أنا ودخولي إلى الأراضي الصربية، هناك كانت المعاملة على عكس ما شاهدناه. هذا التوصيف كان للسلطات الصربية، لكن السلطات الرومانية بالعكس كانت تأخذهم في تضعهم في وسائل نقل جماعية، ومن ثم تأتي بهم إلى الكامب، وهناك تجري يعني لهم الإجراءات اللازمة من أجل الحصول على الأوراق الثبوتية للحصول على يعني صفة اللاجئ. أنا لم أشاهد هذا التعامل السيء من قبل السلطات الرومانية، ليس كوجودي في رومانيا، لا بالعكس، أنا كنت يعني أسافر إلى الحدود الهنغارية الصربية وشاهدت معاملة يعني كل من يصل، السلطات. بس بكلمة واحدة لنفهم، من كل من يصل إلى الحدود الرومانية يلقى هذا الاهتمام؟ طبعا رومانيا لا تعيد اللاجئين. أنا لم لا لا بالعكس، كانوا يقدموا الأوراق اللجوء، وكنا نعم، ساعدوا في عمليات الترجمة، في عمليات يعني تسيير الأوراق. هذا الشيء لم أسمع أنا إلى الآن أن رومانيا أعادت لاجئا واحدا من حيث أن أتى. طيب ابقى هناك معنا لو سمحت، سأعود إليك سيد زياد. اليونان من جانبها ولردع المهاجرين الحالمين بعبور حدودها صوب أوروبا بنت خلال فترة انتشار الوباء وتقييد السفر جدارا فولاذيا عازلا على طول نهر إيفروس الحدودي مع تركيا، كما سخرت الذكاء الاصطناعي لهذه الغاية بمساعدة باحثين أوروبيين. لنتابع المزيد. مدفع صوت الشرطة اليونانية هذا يرسل رسالة مدوية إلى المهاجرين العالقين في تركيا ألا يتخطوا حدودها، وأبراج المراقبة المجهزة بكاميرات رؤية ليلية بعيدة المدى في حالة تأهب قصوى مع أجهزة استشعارها للإبلاغ عن أي حركة مشبوهة. التكنولوجيا الجديدة ستمنح اليونان صورة واضحة لما يحدث. هدفنا الرئيسي هو منع المهاجرين من دخول البلاد بشكل غير قانوني، ولتحقيق ذلك نستخدم معدات جديدة وحديثة. أجهزة كشف الكذب وروبوتات حرس الحدود الافتراضية تؤدي دورها بفاعلية، وتكشف بيانات الأقمار الصناعية بعد دمجها من لقطات طائرات بدون طيار الشريط الحدودي اليوناني مع تركيا أرضا وجوا وبحرا. ذكاء اصطناعي أثار انتقادات ومخاوف نشطاء وبرلمانيين من أن تطال أبناء جلدتهم.
What we are seeing at the borders. ما نراه على الحدود من معاملة الرعايا الأجانب هو اختبار للتقنيات التي ستستخدم لاحقا على الأوروبيين أيضا، ولهذا السبب يجب على الجميع الاهتمام من أجل مصلحتهم الذاتية بشأن ما يحدث على الحدود. Everybody should care in their own. آخر التطورات كان مسح أوراق الأشجار بكاميرات بث حي لكشف المختبئين بالقرب من المناطق الحدودية، جميعها حصون رقمية تختبر كذلك في المجاري ولاتفيا وأماكن أخرى على طول المحيط الشرقي للاتحاد الأوروبي في سبيل ردع المهاجرين الطواقين لحياة أفضل. أعود إلى سيد زياد المسلمة. سيد زياد، يعني البعض يقول ورغم كل هذه الإجراءات وقف الهجرة كوقف تدفق المياه يعني إنه لأمر مستحيل، لكن هل من فرص أفضل لهؤلاء المهاجرين لبناء حياة أفضل في رومانيا علما أنهم يتعرضون لمعاداة السكان المحليين ولعنصرية كبيرة جدا، رغم أنك أخبرتنا أنهم يعني يلقون بعضا من الرعاية من قبل السلطات الرومانية؟ الحقيقة يجب أن يعني تعدل القوانين الهجرة في الاتحاد الأوروبي. نحن طبعا لا يمكن منع تدفق اللاجئين إلا إذا يعني هناك خمدت هذه البؤرة التي أدت إلى تدفق هؤلاء اللاجئين. الحقيقة هناك يعني لا نستطيع أن نقول أنه هناك في عداء أو في كره للاجئين في بعض الأحيان. لماذا؟ اللاجئون الذين يأتون إلى رومانيا لا معظمهم أو يعني 90% منهم لم يبقى في رومانيا، لكن كانت وجهته وسوف تبقى وجهته هو الذهاب إلى يعني ألمانيا، النمسا، الدنمارك، السويد. طبعا هذا هاي رغبة اللاجئين المتواجدين في رومانيا، أما في كثير منهم بقي هنا وأخذ يعني على عاتقه أن يخلق لنفسه فرصة عمل، وبالتالي هناك في حق اللجوء الذي يمنح له في رومانيا يحق له العمل ويحق له العيش ويحق له الدراسة الحقيقة تمنح كثير من الحقوق للاجئين. أما الشيء الأهم هو لمنع هذا التدفق أو للتقليل من هذا التدفق، هو يجب أن نذهب إلى السبب، يجب أن نذهب إلى وصلت هذه الفكرة دكتور زياد. معظم الدول المعنية بالهجرة لبل يبدو أنها الشبح الذي يؤرقها. هل تعتقد أن هناك توجه سياسي لاتباع سياسة واحدة إزاء المهاجرين؟ صحيح، المهاجرين في الفترة الأخيرة أصبحت ورقة ضغط سياسية يستخدمها كثير من السياسيين في الحصول على مكاسب سياسية، إن كانت في دول العبور أو كانت في دول الاتحاد الأوروبي التي تستقبل اللاجئين. الحقيقة هذا الأمر شاهدناه في الفترات الأخيرة من خلال الحملات الانتخابية التي كانت تقودها الأحزاب من أجل يعني كسب يعني ود الناخب أو كسب ود المواطن الأوروبي. هذا شيء صحيح وأنا أوافقك الرأي بهذا الأمر، لكن الحقيقة في النهاية نحن يعني في الاتحاد الأوروبي هناك قوانين هي حماية حقوق الإنسان، حماية حقوق اللاجئ، هناك اتفاقيات دولية يجب أن تطبق على كافة اللاجئين وتمنحهم هذا الحق الذي يمنحهم القانون الدولي ذلك. نعم، أشكرك جزيل الشكر زياد المسلمة الناشط في مجال الهجرة واللاجئين منضما إلينا من تمشوارة الرومانية الحدودية مع صربيا.